الفقرة الأخيرة الليلة هي فقرة مفاجئة، ويبدو أن المفاجآت بدأت بدري في برنامج حياتك. مدري، أنا كنت أشوف المفاجآت في زد رصيدك، ما تصورت أني في لحظة كده بلقى بدينا نعيش مفاجآت. الليلة إحنا مع أول مفاجأة أعدها فريق الإعداد لأخينا حمد اللحم، نبقى معهم. هذول أولاد الله يخليهم لك يا أبو خالد ويجعلهم إن شاء الله قرتين. هذا خالد ولدي بكري، ويما عمر، ويما منى بنتي، وهالشيطونه الصغيره ماريا. الله يحفظها. هذه هي ماريا. ما شاء الله. هذه ماريا اللي فش. الله يخليهم لك. الله يجزاك خير. ويصلحهم ان شاء الله، واولادنا اولادكم جميعا واخواننا. اللهم.